بايدن يطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافي من أزمة فيروس كورونا. بعد الولايات المتحدة، روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة. وحصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أوروبا تتخطى عتبة 30 مليونا. الثانية ظهرا في القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بكم. كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن خطة إدارة الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كورونا، والتي تكونت من مرحلتين للإغاثة والتعافي. وفي مؤتمر صحفي، أعلن بايدن عن حزمة إغاثة بقيمة $1.9 تريليون لمواجهة كورونا، كما تعهد بتقديم 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا خلال 100 يوم الأولى، مؤكدا أن ملايين الأمريكيين خسروا وظائفهم وأصبحوا بحاجة ماسة للمساعدات، وأن بلاده باتت في أزمة اقتصادية وصحية وتحتاج إلى التحرك سريعا. أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة التي أبرمت في عام 92 بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي. وشددت الخارجية الروسية في بيان لها، شددت على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية جاء بذرائع واهية، مؤكدة أن هذا الانسحاب أخل بتوازن مصالح الدول الأطراف الاتفاقية وألحق ضررا كبيرا بفعاليتها وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة. وأشار البيان لأن روسيا من جانبها طرحت مقترحات جوهرية تتماشى مع البنود الأساسية للاتفاقية، ولكنها لم تحظ بدعم حلفاء الولايات المتحدة. تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى انتشار أكبر للجائحة التي اقترب عدد وفياتها من 2 مليون. وتجتمع لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية عادة كل 3 أشهر، إلا أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم دعا أعضاء اللجنة قبل أسبوعين من موعد اجتماعهم للبحث في المستجدات الأخيرة على صعيد الفيروس، وأيضا في استخدام شهادات تلقيح وفحوصات للرحلات الدولية. يأتي هذا بينما تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا عتبة 30 مليونا وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية. وأوروبا التي تضم 52 بلدا هي أكثر منطقة في العالم تتضرر من كوفيد-19 على صعيد الإصابات، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 23,994,507 إصابات، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي مع 16,989,000، ثم آسيا مع 14,485,588 إصابة. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اختبار عدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض أرض بشكل متزامن في صحراء كوير وسط إيران. وقال الحرس الثوري أن الاختبار كان ضمن مناورات الرسول الأعظم 15، وتضمن عمليات تركيبية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية قاذفة. كما كشف الحرس الثوري أن المرحلة الأولى من التدريبات شملت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدة عدو مفترض، وتم تدميرها بالكامل. ولفت الحرس الثوري لأن الصواريخ التي تم اختبارها مزودة برؤوس حربية قابلة للفصل والقدرة على التوجيه خارج الغلاف الجوي، فضلا عن القدرة على تعطيل الدرع الصاروخي للعدو وتجاوزه. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول خريطة توزيع لقاحات لفيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين. قال المركز إنه بالتواصل مع وزارة الصحة أكدت أنه لا صحة للخريطة المتداولة، موضحة أن تلك الخريطة مزيفة ولا علاقة للوزارة بها نهائيا، مشددا على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين دون تفرقة، وأن عملية توزيع اللقاح لا تتم على أي أسس طبقية أو اجتماعية، وإنما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع تحمل صندوق تحيا مصر تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هنأت نوابها الذين خاضوا انتخابات اللجان في مجلس النواب واستطاعوا الحصول على عدة مقاعد ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه تم انتخاب 6 من نوابها كأمناء سر للجان العلاقات الخارجية والإدارة المحلية والشؤون العربية، إضافة إلى الثقافة والإعلام والأثار والشؤون الأفريقية وحقوق الإنسان. كما تم انتخاب 4 من نوابها في منصب الوكيل للجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحقوق الإنسان، وكذا لجنة الاتصالات. نهاية الموجز، نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. الشكر لكم مني همام مجاهد على متابعتكم الكريمة. دمتم في أمان الله.